هذه هي البناية رقم 2. لعلك تسأل نفسك كيف بنيت هذا؟ كيف استطاع أن يجمع كل هذا المال ويبني كل هذا؟ هذا هو السؤال الذي يحيرني. الأمر في غاية البساطة يا صاحب. عندما يرزقك الله سبحانه وتعالى بنعمة فلا أحد يستطيع أن يقف أمامها ولا أن يحول دون تحقيقها. تخيل، لقد ابتدأت من الصفر. بألف ريال فقط ادخرتها من بيع الخضار على عربة جوالة. عربة الخضار الجوالة تعطي مثل هذا الثراء؟ أشعر بأنك لا تصدقني. الأمر في غاية التعقيد يا عمار. الأمر بسيط يا صاحب. عندما ينعم الله عليك بخير فلا أحد يستطيع أن يقف أمام ذلك ولا أن يحول دون تحقيقه. أتذكر أنني بعت عربة الخضار واشتريت حانوتا صغيرا. هذا الحانوت يا مسعود كان يشهد إقبالا منقطع النظير. الحانوت الصغير أمن لي شراء قطعة الأرض هذه، ما رأيك؟ لا زلت أشك في أن حانوت صغير الخضار أنتج مثل هذا البناء الضخم يا عمار. معك حق ولا أخالفك الرأي. أنا رجل طموح ولا أحب أن أبقى في المكان نفسه، لذا وضعت من يتصرف محلي في الحانوت وبدأت في تجارة بيع الخضار بالجملة. هل تصدق أنني ذات يوم امتلكت مزرعتان تنتجان الخضار بالأطنان؟ وأين مزرعتاك؟ بعتهما وبنيت بثمنهما هذا البناء. العمل في الزراعة عمل ممتع ومنتج ولكنه مرهق. أما العمل في بيع الشقق السكنية وإيجارها عمل مربح وواسع الثراء. أنا على يقين بأن العمل في المشاريع الزراعية هو الأقوى والأمثل للاقتصاد الوطني. ما بك تنظر إلي هكذا؟ إنني أحسدك على كل هذه النعم. جرى يا مسعود؟ وقع الكوب مني وانكسر. وقع منك أم رميته؟ وقع مني أو رميته، الأمر سيان. كوب شاين تحطم وانكسر، أريد الكوب الآخر بدلا منه. حاضر يا مسعود. لعلك لم تعرفني، أنا أعرفك. أنت عامر. هو بعينه. وماذا تفعل هنا؟ أدير هذا المكان. ومن يكون صاحبه؟ أنا. أنت؟ نعم أنا. ما لك تحدق في بضاعتك أنك تأكلها؟ ومتى جمعت كل هذا؟ في 20 سنة خلت. استلمتها من والدي نواة صغيرة لا تتعدى مساحتها 4 أمتار، ثم كونت نفسي وأنشأت هذه الاستهلاكية على هذا النحو. وأنت أخبرني عن أحوالك. بالطبع ليست كأحوالك، تستطيع أن تقول إنني في العدم. هذه مشيئة الله، يرزق من يشاء. أخبرني، هل تزوجت؟ بالطبع وعندي أولاد. الحمد لله، هذه نعمة كبيرة. نعم، ولكنها ليست بمقدار نعمتك. اتق الله، اتق الله يا رجل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال أولا
ولكنه لا يسوى شيئا دون الآخر. صدقني، لقد تزوجت منذ 10 سنوات وأنا أحلم أن أرزق بأطفال، ولكنني لم أرزق بطفل واحد. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، ولكنني لم أفقد الأمل، لم أشأ الذهاب إلى طبيب متخصص. تعرف هذه الأمور حساسة جدا، هذه الاستهلاكية وما فيها لا تساوي عندي ضحكة طفل يلهو بين ذراعي. من تلبية دعوته؟ مزاج سيء وباله مشغول. وما الذي يعكر مزاجك ويشغل بالك؟ لا أدري، كل شيء حولي يزعجني. ما دام الأمر كذلك فعليك أن تذهب للسهرة عند خليل لكي تروح عن نفسك قليلا. أتمنى ذلك، والله إن أتمنى ذلك، ولكني لا أستطيع. وما الذي يمنعك؟ شيء ما بداخلي، إنني أتحسر على كل شيء أراه وأسمعه. لكنك يا مسعود تملك الكثير. أملك الكثير؟ أترين أنني أملك العقارات والمحلات التجارية والسيارات الفارهة كالتي يملكها كل من عمار وعامر وعصام؟ أتريدين مني أن أذهب إلى حديقة خليل لأنظر إليها وأتحسر وأنا لا أملك إلا شرفة تطل على الشارع العام؟ أنت تملك الكثير يا مسعود، تملك العقل الذي من خلاله تعبد الله، وتملك أيضا الصحة والحمد لله، وتملك ذرية وسيارة، ونملك دارا نعيش فيها. ماذا تريد بعد؟ لا يهمني ذلك، ما يهمني وما يملكه أصدقائي من عقارات وأبنية ومال. تريد أن تكون مثلهم؟ بل أريدهم أن يكونوا مثلي. أنا أكرههم جميعا. أكرههم لأنك تحسدهم على نعمتهم؟ نعم، أحسدهم وأحقد عليهم، ولا أتمنى لهم الخير أبداً. هل يرضيك هذا؟ لا يرضيني بكل تأكيد. اسمحي لي أن أسألك سؤالاً واحداً فقط، ما الذي يضايقك الآن؟ يضايقني كل شيء. ابتعدي عن العموميات وادخلي بالتفصيل. لقد قارنت نفسي بالنسوة المجتمعات فوجدت أن جميعهن يحظين بالنعيم. وما الضير في ذلك؟ هل تتخيل أن زوجة سعيد عامل الحدائق ترتدي فستانا يفوق ثمنه 100 ريال؟ وما العجب في ذلك؟ ألا تتعجب من امرأة ترتدي فستانا ينافس فستاني رغم أنني زوجة مدير الشركة؟ يا الله يا الله، رقية رقية، هذا حقها. ماذا تقول؟ هذا حقها؟ ألا تجد شيئا من الغرابة في أن يحتضن سعد دعد سوارتين ذهبيتين تتوق لهما نفسي؟ تتوق لهما نفسك؟ وأنت تملكين من الذهب ما يفوق ثمن 20 من الأساور؟ لكنني زوجة مدير الشركة، بينما زوج دعد مجرد موظف بسيط في مركز تجاري. رقية رقية، ما الذي تريدينه في نهاية الموضوع؟ لوه، لا أدري. لا تدرين؟ لا تدرين يا رقية؟ بل أنت تدرين، وأنت تدرين ما يخالج به نفسك، لكنك تكتمين الآن. ما تعودت على الكتمان، لكنني أشعر بالتوتر. متوترة؟ متوترة لأنك تكرهين كل ما يملكه غيرك، ولو كان شيئا وضيعا. قولي لي، ما الذي كنت تريدين قوله البارحة وأنت تسرين على كل المحتويات الموجودة في دار جارنا كمال؟ كنبات،
ثلاجات، غسالات، ملاعق، صحون. قولي لي بربك، ألست تملكين أفضل منها؟ أنت أنانية وحسودة. أنا؟ بل أنت كذلك يا رقية. لست كذلك. كلما رأيت شيئا لدى الآخرين أصابك الغيظ وتمنيت بأن يكون معك. يكاد الحسد أن يعمي نظريك. نعم، لحظة من فضلك. رقية، رقية، إن الهاتف لك. السلام عليكم. نعم ميساء، كنت في زيارة خاصة. ما الأمر؟ هذا خبر سيء. متى حدث هذا؟ حول ولا قوة إلا بالله. ميساء، أنت تعادين الحقيقة بقولك هذا، فهي ليست كما تظنين. ميساء، سنتكلم فيما بعد. مع السلامة. حول ولا قوة إلا بالله. من اللياقة أن أخبرك، نجوى ماتت. زوجة ياسر؟ نعم، إثر حادث سيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنها كثيرة السرعة. منذ متى حدث هذا؟ منذ ساعتين تقريبا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثمن سيارتها 20,000 ريال. أمست كتلة حديد لا يعدو ثمنها 1,000 ريال. أتمنى ألا تكون في الفستان الزهري. ثمن ذلك الفستان يفوق 1,000 ريال. ألا تكفين عن السخرية؟ هذه هي الحقيقة. أوه، ما الذي يغضبك؟ يغضبني أن أراك فرحة في موقع الحزن، وأن ألمس الشماتة بدل الأسى لموت صديقتي. أنت تحاول مهاجمتي على الدوام. بل أحاول استخلاص سلبياتك ونشرها أمام ناظريك. رقية، يكفي يا رقية، يكفي. ألم تسمعي قول الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد؟ أنت تحسدين الجميع وتتمنين لهم الشر والفقر. هذه أحدث صورة لأولادك 3. أراك لا تكترث بها. قلت لك هذه أحدث صورة. رأيتها. إنني أحاول أن أكبرها عدة أضعاف لأضعها فوق الحائط في غرفتي. أين الأولاد؟ في دار جدهم. أريد رأيك. ماذا قلت؟ إنك تركزين على الأمور الهامشية ولا تكترثين الأمور الأساسية. وما هي الأمور الأساسية؟ عصام، عصام. ما الأمر؟ محمود شوكت، أليس أحد معارفك؟ بلى. لقد خسر 300,000 ريال دفعة واحدة في تجارة المقاولات. وهل هذا خبر مهم؟ خبر لفت انتباهي، كونك رددت اسم هذا الرجل كثيرا على مسامعي. ألم يلفت نظرك شيء آخر في هذه الصحيفة وفي هذا العمود؟
شركة نوار الشفيق تكبدت خسارة 50,000 ريال في تجارة العقارات. وسامي داغر أيضاً أعلن إفلاس شركته في إنتاج المعجنات الغذائية. شركة الإسمنت المحلية سجلت أرباحاً قدرت بمليوني ريال. شركة المطبوعات العصرية لصاحبها وائل حمدان قدرت أرباحها السنوية ب400,000 ريال. أحمد فائز صاحب شركة الأدوات الكهربائية يعلن عن أرباح في شركته تجاوزت 30,000 ريال. هات، أنت لا تجاريني ولو لمرة واحدة فيما أفكر فيه. لن أجاريك طبعاً بالأفكار السوداء التي تجتاحك على الدوام. أتمنى ألا يحوي هذا العمود غير الأسماء الرابحة، وعندئذ سأقف إلى جانبك. نعم، ولكن لا أعتقد أن ذلك يؤثر على سعادتك، فأنت تملك بنايات تقدر بملايين. كيف؟ ألم ينقص سعادتي ولدي الأكبر الذي أراه مشلولاً أمام ناظريه صبح مساء؟ ألا ينكد علي عيشي شاب في ريعان الشباب قد شلت أطرافه وهو بحاجة إلى من يطعمه ويسقيه ويؤمن له حاجياته؟ أنت لم تجرب هذا الطعم المر، وأرجو من الله ألا تتذوقه مطلقا. إنما أنا أثق تماما أن السعادة التي تحسبني أعيشها يشوبها مثل هذا الغم الذي أحدثك عنه. الحمد لله، في النهاية هو الذي وهبني وأنعم علي بالصحة وبالأولاد الأصحاء وبالأملاك وبالصبر، الصبر على الولد الذي يرقد في فراشه بلا حرام. على غير عادتك. تستطيعين أن تقولي ذلك؟ وما الذي تغير؟ الذي تغير؟ الذين كنت أحسدهم على نعيمهم وجدت لديهم التعاسة والأسى وعدم الراحة، هذا ما لم أفطن إليه أبدا، ولكنني تأكدت منه الآن. تفضلي. شكرا.